هلا ومرحبا، مساكم الله خير، صباحكم الله خير. اليوم قررنا نطلع انا والوالد من المزرعه لمزرعه خوخ على طريق حائل. عندهم فعاليه انك تزورهم وتقطف الخوخ بنفسك، هذا قبل ما ندخل على طريق حائل. طبعا المسافه كانت بيننا وبينهم تقريبا حدود 40 دقيقه او 45 دقيقه. الآن قربنا نوصل. هذه منطقة مزارع، ومزارع مختلفة يعني فيها كل شيء. طبعا بالقصيم بمحافظة عيون الجمال، منطقة حمادة الترمس. الآن وصلنا المزرعة، تدخل بالسيارة وفي مكان توقف فيه، وبعدها تطلب منهم يعطونك كرتون عشان تلقط فيه الخوخ تبعك. تقريبا قيمته 25 ريال كرتون كامل. في شيء جاهز انت تشتري شراء، هم مجهزين لك قبل، وفي شيء تلقطه يعني، بس كله نفس السعر هذا. فاخذنا كرتون وبدينا. طبعا ما شاء الله المزرعه مليانه شجر وخوخ، وكذلك مليانه ناس ما شاء الله، يعني صراحه تنظيمهم جميل ويشكرون عليه، واتوقع انها ثالث سنه يسوونها يعني. ما شاء الله تبارك الله، يبارك لهم، الله يبارك لهم، يعني شيء فاخر 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 جدا. يعني ريحه الخوخ تقبل على الشجر وتشم ريحه الخوخ فاقعه، يعني ما تشمها في حياتك. اللي يحبون الفواكه والخوخ يعني اللون احمر ناطع جدا جدا جدا، مسكر يعني مليان مويه وسكر. في عندهم بعد عصير يعصرون الخوخ، بس متعة شيء عجيب عجيب يعني، والشجر مليان ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، شيء مرة مرة فاخر ورهيب ومتعة يعني. أنا والوالد منبسط، الوالد مرة تلقط بيدك. بسهولة بكل مكان يعني، فوق تحت يمين يسار، حتى شيء طايح منكسر يعني مرة مرة سهل سلس. حتى يعني أنا أخذ من فوق لأنه أبغى مستوي زيادة متعرض للشمس. هذه نعمة إنك